خرج من الموضوع مرة ذكرت القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض عمومان ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه. فقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا تعارض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم. ما نعرف هذا الشيء، وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم عليهما. أي نعم. شيخ لا يعيد وجهة النظر التي تفضلت فيها الحديث الحسن المعروف. من كان وراء الإمام؟ كان له الإمام فقرأته له قراءة. أي نعم. نعم هذا. تفضل. رجل دائما يأتي